تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه. جون، هذان السطران من الكتاب المقدس. تظلم الشمس وتحت أجنحته تحتمي. ماذا يعني؟ طائر بلشوم وكسوف، عرفتها. ابحث عن طائر بلشوم وكسوف. خلفه جدارية كاملة. فيراكروز، الصليب الحقيقي. أهذا ما أظنه؟ الصندوق الفضي، لا لبس في ذلك. يسوع حاملا صليبه، هذه مراحل ضرب الصليب، لكن بعضها مفقود. قبل عام 1600 لم يكن سوى 7. قد يرجع تاريخه إلى زمن لوبيز. هذا أحد الدلائل. أجل، هذا من شيمه. أوه أجل، من الممكن رؤية البنية السابقة تحته. كيف نستعيد المفتاح من دومينيز عندما نعثر على الصندوق؟ سنجد طريقة. هذا الصليب يبدو أنه من القرن 17. هل تركه لوبيز؟ وجدت شيئاً؟ أجل، المسيح حاملاً صليبه. ساعدني في رفع هذا. المسافة طويلة للأسفل، لنرى إلى أين تؤدي. يسوع يسقط للمرة الأولى. توجد نقوش هنا. أمبيولاتي دون لوتشم هابتس. سر ما دمت تملك النور. نجح ذلك. ما كنت لأرغب في أن أدفن هنا ورأسي مرمي في مكان ما وراء صليب. سر ما دمت تملك النور كي لا تبقى عليك الظلمات. يبدو هذا كتلميح أو تهديد. يبدو أنها مريم العذراء. المرحلة الثالثة، يسوع يلتقي أمه. تبدو المرآة مغبرة. علينا أن نضع الضوء يوجه لهم الطريق.
انظر، أحدهم كان قريبا، لم يكن محظوظا. يبدو هنا أنه يأخذ الصليب. سأقوم برفعك. نجح ذلك. يقود الضوء إلى هذا الطريق. ماذا حدث لهؤلاء الناس؟ يبدو أن الضوء قام بتفعيل شيء ما. لارا، هل أنت بخير؟ من حسن حظك أنه كان صديقا قليلا. لابد أنها المحطة الرابعة. أجل، لنلقي نظر على هذه الرسومات. يبدو أن هؤلاء الناس تعرضوا للتعذيب محلقين من الساق. لا أظن أن هذا كان مجرد سرداب. سأحضرها. المرحلة الخامسة، يسوع يسقط ثانية. هذا ما أعتقد أنه هو درب الصليب مجددا، ولكن باستخدام المومياوات. أليس هذا تدنيسا؟ ليس بالضرورة، ربما كانوا يلبون نداء الطاعة الأعظم، أو ربما كانوا مرضى فحسب. لابد أنها المحطة السادسة. إنهم يحملونهم. تبدو ككنيسة، هيئة هؤلاء كرهبان. إنها تمسح وجهه على ما أظن. تبدو ككنيسة، هيئة هؤلاء كرهبان. إذن فلوبيس قام بتعظيم مشهد الصلب باستخدام المومياوات، أليس هذا تدنيسا؟ أظن أن هذا كان مكان عبادة لجماعة تعيش تحت الأرض. حرفيا أعتقد أنها الجماعة المذكورة في الكتيب. هذا شنيع. أنا سعيد أنني لم أكن متواجدا في زمن لويس. ذلك النقش، ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها. أنحن المقصودون بهذا. لا تدع لوبيز يتلاعب بك، لقد سبب ما يكفي من المتاعب. حسنا، فلنفعلها.
بحق السماء. أمر لوباز تابعه بتعليقه على الحائط ثم أطلق النار. لا شروط. فقط يدي الصالح يمكنها الاستيلاء على القدر مني. أظنه يقصدك إذن. قادنا في مطاردة طويلة وقام بتخريب كل الدلائل، وكل هذا لمنع ترينيتي من أخذه وشعب بايتيتي أيضا. لقد كان مهووسا به. أين هي؟ لا أعرف. أحتاج الصندوق فحسب. سحقا لك. قضي الأمر إذن. أمروا. توقف. دعه يذهب. أطلق سراحة وسأعطيك الصندوق. لارا، ماذا تفعلين؟ خسرت أصدقاء بما يكفي. أعرف هذا، كان والدك عبقريا. لقد سلب مني قبل أن أعي. كان صديقي، لكن كان مهووسا ولا يكل. أنت لم تعرفه. رفض أن يرى أثر التدمير الناتج عن عمله. توجب علي إيقافه. أنت أمرت بقتله.
كان يريد لعامة الناس أن يدخلوا بايتيتي. لكان كل ما أحببته، كل ما حاربت لأجله، لكان عالمي دمر. وماذا عن عالمي أنا؟ لا تحسبي أن أنا نسيان. بل هو كذلك لفتاة في التاسعة، كنت طفلة. كانت الكثير من الأمور على المحك. حضارة كاملة، مئات السنين من الاستقلال، آلاف الأرواح. ما كان لي خيار. هناك دائما خيار. لم يفت الأوان بعد، ما زال بوسعك تكريم أونوراتو واستعادة الشمس. لا، لابد من إزالة التهديد. أنت مجرم، جبان، وضيع، وأناني. وأنت يا لارا، كم من حياة أزهقتي؟ ومن أجل ماذا؟ لارا، اهربي! أوقفوه! الذي كان يركض للتو؟ أجل، تظن أن علينا مناداته؟ طبعاً لا، إن كان هناك أي تغيير في أوامرنا فسيخبرنا. علي الاعتراف، هذا مكان رائع للعيش. وورك، الذي كان يركض للتو؟ أجل، تظن أن علينا مناداته؟ طبعاً لا، إن كان هناك أي تغيير في أوامرنا فسيخبرنا. علي الاعتراف، هذا مكان رائع للعيش. إنه مخسر واحد. سقط رجل. لا يمكن أن يكون قد ابتعد. ربما يكون. نتيجة البحث سلبية. سأعود إلى الدورية. هناك ربما. تشكيلة الماسة علي. يوجد حدود. Come on.
في الساحة. أكرر، هدفكم الثانوي هو القضاء على كرافت. وهل تركوها وحدها في الكنيسة؟ كانت الفوضى عارمة هنا، بالتأكيد فعلوا، ولكن هذه كرافت. كان هناك شيء أكثر أهمية للقلق بشأنه. رجاءً حاول المرور من هنا. أنا في الطريق إليك. جميع وحدات حقل القصب، الأولويات القصوى، إيجاد لارا كرافت. سمعتم ما قاله القائد، فلنذهب للصيد. كرافت، أعلم أنك هنا. كان ينبغي علي الأمر بقتلك في سيبيريا، ولكن دومينغيز كان معارضا للفكرة. هذه غلطتي أنا، لكنني سأصلح تلك الغلطة الآن. أين أنت؟ لا يعجبني هذا. تم تحقيق مكان الهدف ثانية. انتظروا تبادل إطلاق النار. للأبد. نمسك بها.
هنا. أسرعي. اذهبي اذهبي، سنتصرف. كم تبقى حتى نصل إلى بايتيتي؟ كدنا نصل. أنا آسف أننا خسرنا الصندوق. ليست غلطتك، بل غلطة دومينغيز وترينيتي. حسب ما أذكر منذ سنين عديدة، لطالما كانت غلطتهم. كان بإمكاني أن أحظى بعائلة، لكان كل شيء مختلفاً. سنحصل على الصندوق وسنضع حداً لدومينغيز.
جلالتك. لارا، أين الصندوق؟ بحوزة أمارو. لكن موت الشمس قد اقترب. سنستعيده قبل أن يكمل الطقوس. لن يكون هذا سهلا، سيلزمنا تعديل الخطة. رجاء خذي وقتك لتستعدي، سنجمع المعلومات والمقاتلين. شكرا. سأبقى هنا لأمد يد العون لأوتشو. أعلميني إن احتجت أي شيء. حسنا. لا أصدق كم نضج أتسلي في هذا الوقت. ما أخبار الخطة يا أتسلي؟ لدينا خيارات. أوتشو، سيتبع جيش كوكولكان الطريق الأبيض وحتى الجسر الحجري العظيم كي يصلوا إلى الهرم. إن اتبعنا نهج المواجهة المباشرة فسنحظى بأفضل فرصة لاعتراض طريقهم، لكنهم قد يغلبوننا بكثرة عددهم. إن ذهبنا من هذا الطريق سيكون أكثر أماناً، ولكن يجب أن يكون توقيتنا مثالياً وإلا أفلتوا من بين أيدينا. سنقوم بالخطتين. إذا واجهنا مباشرة فسأذهب من الطريق الآخر وأكون القناص. سيكونون محصرين. لا توجد خطة بلا مخاطر، لكني أراه أفضل الخيارات. جيد، إذن عند إشارتك. فلتحتشد القوات، هيا. هذا فراق بيننا، طريقك من هنا. لارا، أريدك أن تحتفظي بهذه لجلب الحظ. أتسلي، لا يمكنني. بعد اليوم لن يمثلنا الكسوف أبدا، سنحتفظ بالشمس وعليك تبديد الظل. شكرا لك. كن حذنا جونا. أنت أيضا يا عصفورتي. آه.
أتفقده. قالت أنورات إن النار القرمزية هي مصيرها. حسناً، لا تغيب طويلا. القيادة هنا كاردينال اثنان، تم تفجير الجسر. جيد، لقائد القوة، قوموا بالتنسيق مع القوات المحلية. علم. تذكروا، أي ثغرة ستكون مدخلا للأعداء. ناشدي مرآتك، أكان هذا مصير أنوراتو؟ أنت النار القرمزية؟ أظن أن علينا العمل معا لنهزم كوكولكان. Multum in Naka!
الطريق إلى المعبد. نحن نشق فريقنا أيضا، قاربنا على الوصول. أين دومينغز؟ إنه داخل المعبد، نحن قريبون للغاية. مولت منك. شكرا يا كوكولكان على هبة البعث. نحن مستعدون لتلقي قوتك. أهم معك؟ علي إكمال هذه الطقوس وحدي. لقد أخطأوا الاختيار، كل شيء خاطئ. لا، لطالما كانت من حقهم. أعطنا الصندوق. لا لا أبدا، علي حماية بايتيتي. نحن جميعا نصنع مصيرنا، لا أنت وحدك، جميعنا معا.
الظلام العالم الذي وعينا عليه. فلتنصرم الظلال وليشرق النور مجددا على عالم من صنعنا. ملكي لأحميها، لا ملكه.
كانت يزيدني القوة. أظن أن للملك رأيًا آخر حيال هذا. يا أحبائي، هل بقيتم ثابتين لثانية؟ أمرك يا ملكتي. واحد. أيمكنني أن أراها؟ بالطبع، هذه أنت وأنا ووالدك. أين ناح؟ هاواي. بهذا المفتاح وصندوق إيتشي الفضي يمكننا إعادة تشكيل العالم من الضعف الوحشية. إن امتلكت هذه القدرة، ماذا كنت لتفعل؟ فتاتي الشجاعة التي لا تتوقع هدفة الدمر. إلى أين سنذهب تالياً في مغامرتنا الحقيقية؟ سمعت أن أنتاركتيكا لطيفة في هذا الوقت من السنة. أبي. أو لا، ماذا عن المسطحات الملحية في يوتا؟ ريتشارد، أعلم إلى أين سنذهب؟ أحقا؟ هاواي. أجل، قد يكون هذا لطيفا للغاية. أنا في هذه الحالة سأحتاج مساعدتك في القيام ببعض الأحد استعدادا لرحلتنا يا لارا. لا، أنت هو مساعد. التضحية هي واجبي، ولكن قائدهم سيحل محلي ويحاول أن أصير إلها، ويعتقد بإمكاني خلق عالم جديد وجنة من صنعه نعيش فيها. يعجبني هذا العالم، إنه ليس مثاليا، ولكنه به كل ما أحب الآن. بعد اليوم لن يمثلنا الخسوف، سنحتفظ بالشمس ولكن بدون الظل. احمي بيتي.
أرجوك أرجوك يا نورة. سأفعل. أونوراتو، والدتي محاربة ثائرة ملكة، ستخلد ذكراها لأجيال. أفتقدك. والآن سنعيد بروحها توحيد بايتيتي. شكرا لك. إذن سأعود إلى كواكياكو في الغد. حقاً؟ تفتقد الغابة؟ ستبحث عن شجرات السمك صعبة المنال؟ أنا وآبي سنذهب للساحل لأيام. يسعدني هذا. وماذا عنك؟ أظنني سأبقى هنا لفترة أطول. وتستعيدين المزيد من الآثار؟ جميل. وماذا ستفعلين؟ لا أعرف. سيساعدني أتسلي وسيعلمني بما تحتاج بايتيتي لإعادة بنائها. واو، فرغت من البحث. أريد أن أكون بين الأحياء. حسنا. ألا تحتاج لحزم أغراضك أو ما شابه؟ لا، أنت عالقة معي حتى الغد. نسعد بمكوثك قدر ما تودين لارا. سفرا آمنا جونا. حينما نسترد بايتيتي قد أنضم إليكم لأتعرف على العالم الخارجي. في أي وقت أعلمني فحسب. وأنت يا أوتشو؟ إن أراد ذلك. إذن جونا، قالت لارا إن لك صديقة. سنحضر الزفاف. مهلاً. أتسي، لما لا تريني مخطط المعبد الجديد؟ حسناً، سيكون جميلاً. كل شيء. ظننت أن التحكم بحياتي يعني المخاطرة لفعل شيء استثنائي، وأن علي إصلاح كل شيء. أسرار العالم يجب أن نقدرها أكثر من أن نحلها. أنا أحد حماة تلك الأسرار. لا أعرف ما في المستقبل جونا. أيا كانت المغامرة التالية فأتشوق لخوضها. سأحاول ألا أكون جدية. Come on.
شاي أنيسة كرافت. جميل. الآن أشعر بالراحة لكوني بالمنزل.